لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بنغازي سيد مختار الجدال المحلل السياسي، ومن لندن سيد عبد العزيز غنية المحلل السياسي. أهلا بك، أهلا بكما ضيفي الكريمين. سيد مختار، أبدأ معك. يعني 112 من أعضاء مجلس النواب يتحفظوا على آلية الأمم المتحدة في اختيار المشاركين في الملتقى والحوار الدائر في تونس، ما هي أسباب هذه التحفظ، وهل هناك ما يبررها باعتقادك؟ أولا ظهيرة طيبة، شكرا على الاستضافة، مرحبا بك وبضيفك العزيز. طبعا بالنسبة لمجلس النواب، هذا لا أعتقد أن هذا سيؤدي إلى نتيجة. متى اتفق المجتمع الدولي على حل مشكلة ليبيا؟ لا أعتقد مجلس النواب الذي يقول تجاوزت صلاحياتها، ومجلس النواب أيضا تجاوز فترة بقائه الآن أكثر من 5 سنوات، ومجلس النواب لم يحاول حل الإشكالية في ليبيا. الآن المجتمع الدولي وضع هذا المنتدى لحل هذه المشكلة، حتى كانت آلية اختيار الأعضاء، ولا ما في من مجلس النواب 13 عضو، من مجلس الدولة 13 عضو بالإضافة إلى مستقلين. أعتقد أن الذي يقرر ذلك هو المجتمع الدولي. هناك مظروف موجود عند السيد ستيفاني، متى لم يتفق أعضاء هذا المنتدى ستفتحه وستفرض شرعية المجتمع الدولي. أعتقد ذلك. لا، مجلس النواب أصبح الآن لا يشكل شيء، حتى الذين انتخبوه لم يعد يقنعهم ما يفعله مجلس النواب. هذا في تصوري، يعني أعتقد ما ذلك. رأيك سيد عبد العزيز، يعني هل هذه التحفظات من مجلس النواب إذن غير منطقية، على اعتبار أنه أيضا مجلس النواب نفسه انتهت شرعيته منذ أكثر من 5 سنوات، وبالتالي هل هناك مبررات حقيقية لتحفظاته على آلية الأمم المتحدة في اختيار الأعضاء المشاركين في الملتقى؟ أشكرك سيدتي الفاضلة على الاستضافة، وتحية للأستاذ مختار جدال من بنغازي العصية. حقيقة ربما أنا أختلف مع مختار فيما ذهب إليه بأن مجلس النواب فقد شرعيته. مجلس النواب يظل هو المجلس الوحيد الذي انتخب من الليبيين، وهو الجسم الوحيد الشرعي في كل الأجسام الموجودة التي ولدت من الخاصرة وولدت بالتحايل على الليبيين. ذهب الليبيون إلى اجتماع تونس رغم تحفظهم على طريقة الاختيار، وهي طريقة مشروعة، والتحفظات التي تلاها أعضاء مجلس النواب خطيرة جدا، خاصة أن الآن الوثائق المسربة أن هذه لجنة الحوار ستعطى لها صبغة شرعية وستبقى مشرفة على مدى 24 شهر، 18 شهر فترة انتقالية تضاف لها 8 أشهر أخرى، وربما تضاف لها فترات زمنية ثانية، يرد أي أمر خلافي فيها إلى الأمم المتحدة إن لم يتفق هذا الملتقى. وهذا انعراج خطير جدا في مسألة الوصاية على ليبيا، الوصاية الدولية. نعرف أن المجتمع الدولي جاء إلى ليبيا من أجل مساعدة ليبيا، حتى سياسيا، حتى بعثة الأمم المتحدة، ولكن أن تكون التسريبات بهذه الوضعية، أن تصدر التشريعات والقوانين اللازمة التي تمكن جسم تشريعي آخر وهو لجنة الحوار، مهما وثقنا أو لم نثق في أعضائه المكونين منها من مختلف طيب يعني أين التحفظ تحديدا هنا سيد عبد العزيز، حتى نفهم هذه المسألة؟ ما سبب التحفظ على آلية الاختيار للأعضاء؟ مسألة التحفظ لآلية الاختيار هي في لم تفصح الأمم المتحدة أو بعثة الأمم المتحدة التي تدعي الشفافية على نقطتين مهمات جدا جدا. أولا، لم تنشر بعثة الأمم المتحدة العقد الذي وقعته مع ملتقى الحوار الإنساني بسويسرا. شنو طبيعة هذا العقد؟ من يمتلك هذا المنتدى؟ كيف يدير المسألة الليبية منذ أكثر من 7 أو 8 سنوات ويجمع المعلومات المختلفة وطبيعة العلاقة؟ هذا التحفظ رقم واحد. التحفظ الثاني، ما هي الأساسيات التي اختارت بها المكونين للملتقى 75 شخصية؟ هل هي جهوية مناطقية أو سياسية، بحيث أنها تعطي 13 كرسي كما ذكر مختار إلى مجلس النواب وإلى المجلس الأعلى للدولة، والباقيين مستقلين. اليوم نشرت الأمم المتحدة قبل أن أدخل الاستديو، اطلعت على
منشور للأمم المتحدة تقول فيه أنها أن القرارات لن تتخذ ستتخذ بالاتفاق وستتخذ بالإجماع، وهذا شبه مستحيل لأن الأطراف الموجودة الآن داخل القاعة لديها ثلاث مشاكل ذكرها تقريركم أساسيتين: من يمتلك السلاح وكيف نضبط السلاح في مؤسسة، ثم نذهب إلى العملية الانتخابية الدستورية، نذهب إلى عملية أخرى ربما يكون المولود الأول غير ملائم من العملية الانتخابية أو حتى مشوه، ولكن ربما يكون المولود الثاني من الانتخابات بشكل أفضل. لكن أن تذهب هذه البعثة من خلال هذا الحوار إلى المحاصصة، تغيرت الظروف، طبعا هي تضع بالدرجة الأولى اتفاق الصخيرات كقاعدة أساسية لهذا الحوار، وبالتالي وصلت الفكره. يعني انقل ما ذكرته هنا للسيد مختار اذا ما سمحت لي. يعني بالفعل سيد مختار، يعني عدم اختيار شخصيات لها قاعده شعبيه لتقرر على اي قاعده سيكون الحل السياسي في ليبيا، اليس سببا كافيا ومنطقيا لعدم القبول بما سينتج عنه هذا الحوار في تونس؟ ما رايك؟ أعتقد ذلك، أعتقد أنه لن يقبل الشعب الليبي بما يصدر في تونس، لأن بصراحة أنا أقول لل 75 الموجودين الآن في تونس منهم 40 واحد من جماعة الإخوان المسلمين، يعني صراحة أغلبية عندهم إذا كانت اتخذت القرارات بالأغلبية، فال 40 يعني هذه أغلبية لاتخاذ أي قرار حتى مستقبلا إذا تحول هذا الجسم إلى جسم تشريعي، إذا رفض مجلس النواب منح الثقة للحكومة والمجلس الرئاسي حسب نص ما تسرب من مستندات. أعتقد أن 40 من جماعة الإخوان المسلمين كفيلة بالرغم من أنهم لا وجود لهم على الأرض ولا شعبية لهم، ولا كل الموجودين الآن باستثناء بعض الشخصيات القبلية لديهم دعم شعبي من قبائلهم، أعتقد فيما عدا ذلك لا يوجد شخصيات موجودة الآن عندها حتى في مدنها أو في قراها لا تشكل. طيب شيء. يعني سيد مختار، إذا كنت متفق نعم. ومسلم بأن الشخصيات المختارة هي ليس لها القاعدة الشعبية والأهمية في تقرير الحل السياسي، على ضوء ذلك كيف تصف إذن دور الأمم المتحدة وجديتها بالفعل بالوصول إلى حلول سياسية حقيقية يتم البناء عليها بالمرحلة المقبلة لتسوية الأزمة الليبية باعتقادك؟ لا، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيفرض حل بالتأكيد، أنا غصبا عن الليبيين مثل ما فعلوا في الصخيرات. في الصخيرات اتفق الليبيين في الصخيرات على أسماء، فوجئنا بأسماء أخرى لا نعرفها، هم لم يكونوا حتى أعضاء في لجنة الحوار. أعتقد أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لديه مثل ما قلت سابقا لديه مظروف مغلق به أسماء للمجلس الرئاسي وللحكومة، وهذا تم اتفاق عليه في الغرف المغلقة. أعتقد طيب يعني هل أنتم مطمئنون لهذه الأسماء التي يحتفظ بها المجتمع الدولي؟ وأسأل هنا سيد عبد العزيز، يعني يتحدث هنا عن أسماء مغلقة لشخصيات ستقود المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية المقبلة، هل ستفرض على الليبيين أم سيكون باختيار وبقرار ليبي داخلي باعتقادك سيد عبد العزيز؟ لن يكون هناك قرار ليبي حقيقي إلا من خلال الانتخابات، لما عندما ندخل الانتخابات ستكون كل الشخصيات التي يفرزها القاعدة الليبية، غير ذلك هي تفاهمات مثل ما ذكر مختار ربما في الغرف المغلقة وربما شخصيات موجودة، ولكن يظل الاصطدام بواقع السلاح وواقع الميليشيات هو الأساسي. فعندما ذهب الليبيين حتى بروح منفتحة نوعا ما، يعني اليوم الروح المنفتحة أكبر على اجتماع تونس رغم النقاط السوداء أو النقاط التي نحاول أن نبرزها من خلال هذه الحوارات الإعلامية للمواطنين والمخاوف التي نحاول أن نضع تحتها الخطوط، التفاؤل ما زال عالي، لأن أنت لم يعد أمام الليبيين مع الظروف الحياتية السيئة بد إلا من التمسك حتى بأي قشة يمكن أن تنقذهم من هذه الفوضى. في الاتفاق الصخيرات عندما جاء المجلس الرئاسي اصطدم بقوة السلاح الميليشيات داخل العاصمة، وبالتالي لم يستطيع الدخول إلا عندما رضخ لها،
وعند بعد ذلك تم بلعه. هذا بالسابق سيد عبد العزيز، هل الوضع سيكون مختلف الآن على اعتبار الحل هنالك أكثر من مسار، مسار سياسي ومسار أمني؟ هل المسار السياسي والوصول إلى حكومة انتقالية جديدة ستساعد باعتقادك على حل الأزمة الأمنية والتخلص من مشكلة الميليشيات بدعم المجتمع الدولي؟ هل تعولون أن هذا المسار سيكون مختلف عن السابق؟ لا أعتقد أنه سيكون مختلفا كثيرا، خاصة وأن المحادثات العسكرية تركز على منطقة سرت وتركز على خطوط النار، ولكن خطوط النار الحقيقية هي بالميليشيات المتحكمة داخل العاصمة، حيث القرار السياسي والقرار المالي والقرار التنفيذي داخل العاصمة. ما لم تدخل المفاوضات إلى تجريم السلاح داخل العاصمة لكي يستريح كل الوطن، الجيش الليبي سيطر على أكثر من 90% بقيت كيلومترات قليلة جدا داخل العاصمة، ومع ذلك فرضت الإرادة الدولية أن يتراجع الجيش إلى مناطق سرتة ومناطق نصف ليبيا. ما هي المحصلة؟ المحصلة أن هذه الميليشيات تجتمع في وسط الساحات المركزية الرئيسية داخل العاصمة طرابلس. سيد مختار، هل تتفق يعني أن هذا المسار الآن السياسي بالوصول إلى حكومة انتقالية لن ينجح هذه المرة على غرار المرات السابقة، أم تعولون أن يكون مختلف بالفعل بدعم من المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف وهذه المخرجات التي أقرتها اجتماعات 5+5 في جنيف؟ لا هذا لا يرضى عليه الليبيين، وأنا أخاف من حكاية المجتمع الدولي وفرض شيء من المجتمع الدولي. أراه 5+5 للعلم يعني إلى حد الآن لم تفعل شيء على الأرض، هي مجرد قرارات على ورق وأعمال إدارية ولم تدخل في عمق مشكلة الميليشيات وجمع السلاح. لأن بصراحة خلينا نقولها على بلاطة، لا الطرف هذا ولا الطرف هذا يملكون فرض شيء على الأرض. الخمسة الذين جاءوا من حكومة الوفاق غير مسيطرين على الأرض وليس لهم علاقة بالميليشيات وبجمع السلاح. والآن هم وضعوا في سرت، هي مجرد حتى اجتماعاتهم هي مجرد كانت جزرة قدمتها استيفاني للمجتمعين الآن في تونس لتقول لهم هم العسكريين اتفقوا. على ماذا اتفقوا العسكريين؟ حتى الآن لم يكن هناك اتفاق، حتى الآن مجرد هو ظهور إعلامي وشو إعلامي، ولا يوجد أي اتفاق لجمع السلاح وحل الميليشيات. وهو الذي يهم الليبيين، الليبيين لا يهمهم شيء. نعم، أشكرك جزيلا سيد مختار الجدال المحلل السياسي من بنغازي، كما أشكر أيضا سيد عبد العزيز غنية المحلل السياسي من لندن. شكرا لكما ضيفي الكريمين.